اهلا وسهلا بيكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. موضوع النهاردة عن لو اتنين مرتبطين او اتنين اصدقاء وحد فيهم روحاني عالي جدا، طاقته قوية قوي، بيكون ايه مصير العلاقة دي؟ وبيحصل ايه للطرف الاقل روحانية او الاقل طاقة؟ طيب يا حلوين، خلينا الاول كده نحط رؤوس أقلام، لأن كل ما أتكلم عن علاقة ليها صفات معينة ونادرة ألاقي مصر والوطن العربي كله معتقدين إن هما في نفس العلاقة دي، فكده بيحصل لخبطة. فنبتدي كده برؤوس الأقلام عشان محدش يفهم غلط. 1، أنا مش بتكلم عن علاقة توأم الشعلة خالص، أنا بتكلم عن أي علاقة، سواء علاقة حب أو زواج أو صداقة أو أخوة فيها طرف منهم شخص روحاني وطاقته عالية جدا. قد يكون الطرف ده هو الطرف الآخر، وقد يكون أنت شخصيا. 2، المقصود بالشخص الروحاني يعني شخص مميز جدا، ماهر في القدرات العقلية والتأثير الطاقي وإرسال رسائل التخاطر، بيأثر على الناس اللي حواليه بطاقة العقل. 3، الشخص ده إحساسه عالي جداً، وأصلاً بيتعامل معاك عشان روحك عجباه مش أكتر، مش بيتعامل معاك عشان شكلك على فكرة. وده رداً على أحد البنات اللي كلمتني في استشارة هاتفية قبل كده، بتقولي أنا خطيبي كل كلامه معايا عن إنجازاتي وشخصيتي وبيحاورني بالفكر، لكن عمره ما لقيته بيتفرج مثلاً على شكلي، مفيش مرة في شهوة في كلامه، حتى لو شكلي في يوم كنت منكوشة ومش متزبطة قوي ألاقيه عادي مش متضايق، وكل شوية يقولي أنا يهمني روحك، فأنا خايفة يكون شاذ ومعرفش إيه. وأنا فهمتها وقتها إن خطبها من المعدودين على الصوابع، لأن 99% من الرجالة مش كده أصلا. 4، الشخص الروحاني ده يهمه فقط إنك تكون معاه باهتمامك الروحي واللغوي، لكن ما يهموش الماديات خالص. يعني لو انت جبت له هدية غالية لكن مش بتتكلم معاه ولا بتقضي وقتك معاه ولا بتهتم بتفاصيله المعنوية، فأول حاجة هيعملها انه يرجع لك الهدية دي مهما كانت غالية وثمينة، او يتخلص من الهدية نفسها لان هو شايف روحك اغلى من الهدايا. 5، الشخص الروحاني في العلاقة دي بيكون الاكثر عطاءً، سواء في المعنويات أو الماديات، بيعطي الاتنين بكرم كبير جدا. ولو هو في علاقة حب بيكتفي بشخص واحد فقط ومش بيعرف يخون، ولو في الصداقة برضو بيكتفي بصديق واحد بس. 6، الطرف الروحاني برضو غامض لجميع الناس إلا مع شريكه، بيكون كتاب مفتوح لشريكه. 7، الطرف الروحاني مش بيقدر يعمل مع شريكه أي حاجة حرام أو تغضب ربنا أو حتى تغضب الأهل والعادات والتقاليد، حتى لو هو أصلاً مش متدين قوي، يعني عادي بيعمل ذنوب وسيئات زيه زي أي شخص تاني، لكن ما يقدرش يرتكب معصية فيها تجاوز مع شريكه. يعني مثلاً لو هم قاعدين لوحدهم اتنين مخطوبين مثلاً، مش ممكن تلاقي الموضوع وصل للعلاقة الجسدية المحرمة، لأن الطرف الروحاني فطرياً بيبقى حاسس لوحده بقدسية الجسد، وبيبقى عايز كله في إطار موثق عشان يضمن حقوق شريكه قبل حقوقه هو شخصيا. فحتى لو اتهبل وألف مرة من المرات كلام فيه تجاوز، فبيكون عشان يوصف مشاعره مش أكتر، لكن ما يقدرش يطبقه على أرض الواقع لأن نوعية روحه أصلا تمنعه من كده. ولو متزوجين مش ممكن مثلا يوصل لمرحلة الإهانة أو إيذاء الطرف الآخر، ولا يفكر حتى إنه يتزوج عليها لو كان رجل مثلا. يعني المشاكل العادية اللي بتحصل بين الزوجين ما بتلاقيهاش بتحصل في علاقة فيها الطرف الروحاني ده. 8، الطرف الروحاني غالبا بيكون عامل نور، يعني له نشاط مؤثر على فئة من المجتمع اللي حواليه. 9، نظيف جدا، يحب الأناقة والتصرفات الراقية، وله نظرة مغايرة للحياة عن الجميع وكثير الصمت. طبعا في رؤوس أقلام تانية، لكن أنا حبيت أختصر عشان نبقى على نور قبل ما يحصل لخبطة.
طيب في حالة في علاقة من النوع ده وانت كطرف روحاني او شريكك هو الطرف الروحاني، ايه توابع الارتباط ده؟ لان الارتباط بالشخصيات اللي زي كده مش هين ابدا. اولا العلاقات دي مش بتبتدي بسرعة، بتاخد وقت عبال ما يحصل الارتباط القوي، يعني مش من اول وهلة كده يحصل اعجاب وحب، لان العلاقات مع الاشخاص الروحانيين بتتطور ببطء شديد، لان هما بيدرسوا جوانب الشخصية اللي قدامهم كويس قوي، وممكن يفضلوا سنين لغاية ما يتشربوا ويتشبعوا بالشخصية اللي قدامهم. وهنا المشكلة او الميزة، هي تعتبر مشكلة وميزة سوا، هقولك ليه بعد شوية. المهم ان العلاقات اللي من النوع ده مش سهل ابدا تنتهي بسرعة ولا بالسهولة اللي اي حد يتخيلها، لان هي اتبنت زي العمارة اللي اخدت وقت طويل في بناء اساساتها، فلما تتبنى العمارة فوق الاسس القوية دي بيبقى صعب جدا جدا انها تتهد او تقع. وزي برضو الشجرة الضخمة بتلاقي ليها جذور كتير جدا ومتعمقة قوي قوي في الارض، فمش سهل انها تهتز. طيب ايه الميزة؟ لو العلاقة دي استمرت على خير، في حالة ان الطرف الاقل روحانية تفهم طبيعة شريكه الاعلى منه او بدون مشاكل قهرية زي الوفاة مثلا، فالعلاقة دي بتعمر للابد، ما بيحصلش فيها اي مشكلة من مشاكل الحياة العادية، ولو حصل فهي بتعدي بسرعة جدا وبتكون علاقة كلها اخلاص وسعادة حقيقية. طيب امتى تكون العلاقة دي مشكلة فظيعة؟ لو الطرف الاقل روحانية لم يتطور روحيا مع الشخص الاعلى منه او لم يتفهمه بشكل كويس، لان الشخص الاعلى منه طالما طاقته عالية ومتروحن بيفضل يتطور لما لا نهاية لغاية ما يموت. فالطرف التاني لو ما تطورش ولو بنسبة بسيطة او مش قادر يتفهم تغيرات شريكه او يواكب حتى التغيرات بتاعة شريكه، فبيبدأ يحصل نفور. والنفور ده بيحصل على فكرة عارفين من مين؟ من الطرف الاقل روحانية مش العكس. وبيبدأ الطرف الاقل روحانية يحس ان شريكه الاعلى منه تقيل على قلبه او مش عارف يتفاهم معاه، وتنتهي العلاقة بانها تتحول لمشكلة. ولو لا قدر الله حصل فراق قهري زي الوفاة مثلا، برضو بتحصل مشكلة كبيرة. وعشان المشكلة دي تتحل بتاخد سنين على فكرة عشان يتعافى الطرفين، وممكن يرجعوا لبعض وممكن قوي 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 ما يرجعوش لبعض. طيب المشكلة بتكون في ايه؟ بيحصل ربط ووقف حال، وبالذات على الطرف الاقل روحانية، لان الطرف الاقل اتعود ان هو ياخد فيدينج او يتم تغذيته طاقيا من الطرف الاعلى منه. زي ما قلت في رؤوس الاقلام من شوية ان الروحاني بيكون قوي جدا في عطائه، مهتم بالتفاصيل الروحية الصغيرة، فهو بيكون عمل كده زي امتلاء طاقي لكل الفراغات والنواقص عند الطرف الاقل منه. فيلاقي الطرف الاقل منه ده انه برغم مرور الوقت على الفراق مفيش اي علاقات بتحصل معاه، مفيش اي حد بيتقدم لها لو هي بنت مثلا، مفيش اي علاقات تانية بتنجح كمان، فيفتكر ان هو مسحور، يفتكر ان عليه مثلا عمل او حاجة، وهو اصلا عليه ربط وقف حال بسبب العلاقة دي بدون ما يشعر. فالطرف الاقل منه ده بيتدمر نفسيا، بياخد وقت طويل عشان يعرف يتعافى او يعرف حتى على الاقل يكتفي بنفسه ويغذي الفراغات والخزانات النفسية اللي جواه بعد ما بقاش المصدر الأساسي اللي كان بياخد منه موجود. فيعمل ايه الطرف الأقل؟ يا إما يبحث عن علاقة سريعة أو صداقة سريعة عشان يحاول يتوازن بيها بعد ضربة الخلل اللي حصلت له، وغالبا البحث عن علاقة سريعة ده بيسبب له انتكاسة برضه، لأنه مش هيلاقي حد بنفس طاقة الشريك السابق بسهولة، ومش بتستمر العلاقة السريعة دي برضه، تنتهي هي كمان. يا إما يكتئب ويدخل في مرحلة مظلمة أو مرحلة من انعدام الثقة في الذات ويتعقد عموما من الارتباط. ومهما مهما مهما حاول ينسى أو يبعد، برضو في حاجة ربطاه بالشريك السابق. بعض الناس بتتحسن بعد الانفصال ده، يعني بيكون الشخص الروحاني ده اللي جه حياتهم ومشي بيكون رحيله
سبب ان هم يستيقظوا روحيا ويفوقوا بقى من التأخر في الروحانية والوعي اللي كانوا فيها قبل كده، وبيبقوا ناس افضل. يعني رحيل الروحاني عن حياتهم بيكون خير في الحالة دي، لان عمل لهم صدمة عشان يتعدلوا. وفي ناس لا، حسب كل واحد بقى هيستغل رسالة الرحيل دي ازاي لصالحه. طيب والطرف الروحاني هل بيروح يشوف حياته بقى وكده؟ لا برضو، لانه لما حب الشريك الاقل منه حبه حب غير مشروط، فهو اصلا ما كانش غرضه علاقة والسلام، هو كان ربط كل احباله الاثيرية مع الشخص ده وسيستم امور حياته عليه خلاص. صحيح مش بيدخل في حالة اكتئاب ولا بيحصل له خلل نفسي بشكل كبير زي التاني، لان هو اصلا كان المصدر المعطي، لكن برضو مش بيروح يرتبط بسهولة بحد تاني الا بعد وقت طويل من تفكك الاحبال الاثيرية اللي كونها مع الشريك السابق. وغالبا الاحبال دي بتتفكك ببطء زي ما تكونت ببطء، وفترتها بتختلف من شخص للتاني. فوق كل ده علاقة أخدت سنين، ممكن توصل 7 أو 8 سنين وممكن أكتر، مش سهل إن يحصل فيها نسيان عادي. إذا كان الناس العادية يا جماعة اللي هي مش روحانية أصلا وعلاقتهم كانت طبيعية مش بيعرفوا يشوفوا حالهم بسهولة بعد الانفصال، ما بالك بقى بعلاقة داخل فيها شخص روحاني مش عادي. كده فهمنا أولا طلعت كتيرة كده ليه، ما علينا، نروح لثانيا. الطرف الروحاني بقى بيأثر على التاني الأقل منه ويطبعه بطباعه بسرعة جدا بدون إجبار. يعني الطرف الأقل منه يلاقي نفسه بيحب الحاجات اللي بيحبها الروحاني. لو الروحاني مثلا بيحب ألوان معينة، منتجات معينة، منشورات معينة، يلاقي الطرف الأقل منه بدأ يهتم بالحاجات دي عشان خاطر يعمل حقل مشترك بينه وبين الروحاني. لو الروحاني مثلا ما دخلش الانترنت كذا يوم يبدأ صديقه أو شريكته ما تدخلش زيه، وده بيحصل برضو كمان قبل الاعتراف بالحب على فكرة، يمكن قبل ظهور مشاعر الحب نفسها، لأن طاقة الأشخاص الروحانيين بتكون مهيمنة. عشان كده الطرف الأقل بيستغرب، بيقول إيه ده، هو أنا ليه ببحث في موضوعات مثلا تخص الروحاني اللي معايا؟ ليه بدور في الحاجات اللي بيحبها؟ يعني بيحس ان هو دخل حياته او بدأ عقله يتلغى ويحط بدل منه عقل الروحاني. فاهمين انتوا الفكرة؟ نيجي لثالثا، لو حصل انفصال وقرر كل واحد منهم يشوف حد تاني عشان بقى يرتبط بعد التعافي، بيحاولوا يبحثوا عن ناس تشبه كل واحد فيهم. يعني الروحاني بيبحث لا شعوريا عن شخص يشبه شريكته، وشريكته بتبحث برضو عن واحد شبه شريكها السابق، عكس العلاقات التانية العادية ان كل واحد بيكون متعقد من التاني فبيختاروا عكس شركائهم. يعني واحدة متعقدة مثلا من خطيبها او جوزها، ونفترض مثلا يعني مثلا ان خطيبها ده كان متوسط الطول، اسمر، بشنب، بيشتغل مهندس، بيحب الحلويات، انا بقول مثال بسيط على فكرة للتوضيح، لكن الموضوع اعمق بكتير. فلو هي متعقدة منه قوي هتلاقيها اختارت واحد جديد تماما بعد الانفصال لا يشبه خطيبها الاولاني بالمرة، تختار صفات بعيدة تماما، هي عايزة بقى تنسى خطيبها الاولاني، فعشان كده بتختار العكس النقيض. لكن في حالة العلاقات اللي فيها الشخص الروحاني فكل واحد منهم لو حصل انفصال إجباري بيبحثوا عن أرواح تشبه الشركاء القدام عشان ما يحسوش ان هم انفصلوا برضو. من الآخر كل واحد فيهم بيدور على التاني في ناس آخرين. رابعا التخاطر بيكون مستمر طبعا، مش محتاجة أقولها. خامسا لو حصل انفصال أو خناق سبب بعاد ولو لفترة مؤقتة، في أول فترة الانفصال بيكونوا الاتنين بيحملوا لبعض مشاعر كلها غل وغيظ وكراهية كرد فعل، يعني كله زعل، لكن بعد مرور الوقت ما بيفتكروش لبعض إلا الحاجات الحلوة، وبيفضل بقى بينهم كده في حنين من فترة للتانية واشتياق، لكن أغلبهم بيختاروا عدم الرجوع، خصوصا لو تأكدوا إن هم خلاص ما عادوش ينفعوا بعض طاقيا، فمش عايزين بقى يعيشوا نفس القصة تاني ويتعذبوا فيها. في الصداقة الموضوع بيكون أهون،
يعني ممكن يختاروا انهم بس يسلموا على بعض، يصبحوا على بعض، يقللوا العلاقة للسطحية شوية. لكن الأحبة صعب، لأن مجرد السلام بس بيرجع مشاعر الحب بسرعة، كأنك كده حاطط سبرتو جنب النار. سادسا، طول ما الاتنين بيفكروا في بعض طول ما هيفضلوا سنجل. لو هما ناس مرتبطة ارتباط حب، مش هيعرفوا يرتبطوا بحد تاني على فكرة، لأن كل واحد فيهم متحكم في مخ التاني. الروحاني طبعا مش ناسي وبيتلقى تخاطر من الطرف الأقل منه ومهيمن عليه، والطرف الأقل منه طول ما هو تحت هيمنة الروحاني مش عارف يفكر في حد تاني ولا عارف يرتبط، ولو ارتبط هيفضل يقارن بينه وبين الروحاني كل شوية. فهما الاتنين بسم الله ما شاء الله عاملين بلوكات طاقية لبعض، وعشان كده ما بيرتبطوش. في ناس ممكن تسأل، طب احنا نشيل البلوك ده ازاي؟ احنا عايزين نرتبط والروحاني ده مهيمن علينا مثلا وكده. هقولك، وقف التخاطر معاه، بطل تحنله. لو انت فعلا عندك الرغبة انك تتزوج تعيش علاقة عادية مع شخص عادي، بطل تسترسل افكارك مع الروحاني، وكل ما تفتكره اقطع التذكر فيه فورا بأي حاجة بقى. وهو الروحاني هيفهم لوحده ان ما عادش فيه استقبال ولا ارسال طاقي زي الاول، فهيقطع من عنده هو كمان. لكن لو انت الطرف الروحاني، فغالبا انت اصلا مش هتتزوج الا لما تلاقي حد شبهك في نفس مستواك الفكري والروحاني والطاقي. انت في حالتك دي لازم تلاقي توأم روح. الطرف التاني مش مهم يلاقي توأم روح، لان هو يهمه يكون في علاقة وخلاص. لكن انت كروحاني انت لازم علاقة توأم روح، اللي لو حصلت معاك بتحس كده ان في فقدان ذاكرة او فقدان مشاعر جه فجأة كده للشريك السابق، مش هتبذل مجهود عشان تنساه اصلا. يعني ظهور توأم روحك عامل كده زي مساحة او استيكة مسحت كل حاجة فرمطت المشاعر فجأة مرة واحدة. ده في حالة ان انت اصلا عايز ترتبط، لان اغلب الروحانيين اللي شفتهم يعني وعشرتهم حابين يكونوا مكتفين بذاتهم. موضوع الارتباط بالنسبة لهم مش اساس، يعني هم ارتبطوا مرة لكن بعد الانفصال بالنسبة لهم مش ضروري ان هم يبحثوا عن ارتباط مرة تانية، عكس الطرف التاني بتاعهم. الطرف التاني بتاعهم ما يقدرش يعيش لوحده. دي اهم الامور في العلاقة الروحية بالطريقة دي. لكن طبعا في تشعبات تانية كتير وامور اكبر واصعب، بس صعب يتم اختصار كل ده في حلقة او حتى حلقات. اتمنى تكونوا استفدتوا، واشوفكم على خير وسلام.